السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محب الله ورسوله. هل سألت نفسك يوما ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟ نعم، فلتلاوة القرآن الكريم آداب، ومنها أن يكون قارئ القرآن الكريم عمله خالصا لوجه الله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة ولا يطلب به أجرا، لأن عبادته تقربا إلى الله عز وجل. فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتدائه للقراءة، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان ابتداء قراءته من أول السورة عدا سورة التوبة. ويستحب لقارئ القرآن عند قراءته أن يكون على وضوء، فإن كانت قراءته من المصحف وجب عليه الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ويستحسن أن يجلس عند قراءة القرآن على هيئة حسنة ولباس حسن، مستقبلا القبلة وفي مكان محترم يليق بالقرآن الكريم. ويستحب أن يقرأ بخشوع وخضوع وتمهل وتدبر وتفكر في آياته، ومنصرفا بقلبه وبحواسه لما يقرأ من القرآن الكريم، ولا يقطع القراءة بكلام الآدميين من غير حاجة. ويستحب أن يرتل القرآن بصوت حسن مع تبيين الحروف والحركات والعناية بأحكام التجويد حسب قدرته. وإذا كان أحداً يسمعه وهو يقرأ القرآن أو يصلي، فينبغي ألا يزعجهم برفع الصوت أو يشوش على من يصلي، ولا يسرع القارئ في القراءة فلا يفهم منه شيئاً، ولا يمطه ويمدده مما يخل بألفاظه فيخرجه عن المقصود من تلاوته، بل وسطا لا يقرأ القرآن الكريم بألحان الغناء كألحان أهل الفسق، ولا بترجيع النصارى ولا بنوح الرهبانية، فإن ذلك كله لا يجوز. ومن آداب قراءة القرآن أن يمسك عن القراءة إذا تثاءب حتى يذهب عنه التثاؤب، وذلك تعظيما لله عز وجل، لأنه مخاطبا ومناجيا لله عز وجل. والتثاؤب من الشيطان. ومن آداب القراءة أيضا أن يقف عند آية الرحمة فيسأل الله عز وجل من فضله، وأن يقف عند آية العذاب والوعيد فيستجير بالله منها، وعند آية التسبيح فيسبح، وذلك في غير الصلاة المفروضة. وهناك خمس أسئلة دائما ما تخاطر أذهاننا عند قراءة القرآن الكريم. ولنبدأ بالسؤال الأول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ نعم يجوز، ولكن بدون وضوء ليس معناها أنك جنب، أنت فقط ليس على وضوءك. يروي لنا سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وبذلك يجوز قراءة القرآن على غير وضوء، سواء مما حفظت أو من هاتفك أو من حاسوبك، ولكن لا تلمس المصحف. ويأتي السؤال الثاني: وهل يجوز أن ألمس المصحف وأنا على غير وضوء؟ لا يجوز إلا عند وجود عذر شديد، والدليل أن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، وطاهر بمعنى متوضئا. السؤال الثالث وهو يخص النساء: هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟ نعم يجوز، لأن حكم قراءة القرآن غير حكم الصلاة. وهناك أيضا بالنسبة للنساء تساؤل: هل يجوز قراءة القرآن في فترة الحيض؟ وهنا يوجد خلاف كبير، هناك من قال يجوز والبعض قال لا يجوز، ولكن الأغلب والأرجح أنه لا يجوز.
بعض العلماء يرون أنه لا مانع من قراءة القرآن في فترة الحيض من خلال حائل، ولكن الأولى هو عدم قراءة القرآن في فترة الحيض إلا عند الضرورة. السؤال الرابع، هل يجوز قراءة القرآن بدون تجويد؟ نعم يجوز، حتى لو كنت تقرأ بصعوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. ونصل للسؤال الخامس والأخير، هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون أن أحرك لساني بالعين فقط؟ لا يجوز، فالقراءة لا تسمى قراءة إلا إذا حركت بها لسانك، بالرغم أن النظر فقط في المصحف عبادة وتؤجر على ذلك، ولكن أجر القراءة لن تأخذه إلا إذا حركت لسانك بالقراءة. اللهم ارزقنا وإياكم تلاوة القرآن الكريم والعمل به، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.